وما زلنا مشاهدينا نتابع ونرصد ونحلل مجريات عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية. وتنضم إلينا مباشرة ضيفتنا الكريمة رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذة رحمة. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذة رحمة، يعني كيف رصدت أولا إقبال المشاهدين المواطنين المصريين بالخارج على مراكز الاقتراع في الدول المختلفة، الدول العربية والدول الغربية؟ بالضبط يا فندم، هو منذ أمس الأول ومع بداية فتح باب التصويت في نيوزيلندا بدأ عملية الإقبال من الناخبين بشكل متتالي، وده وفقا للنطاق الجغرافي للدول المختلفة، وكذلك وفقا لتوقيت فتح كل سفارة أمام الناخبين. وزي ما كلنا عارفين إن عملية التصويت أو الإقبال المكثف من قبل الجاليات المصرية بالخارج على السفارات توقف على عاملين. أول عامل كان بيتعلق بفكرة إن يوم الجمعة أجازة في بعض الدول ويوم عمل كامل في الدول الأخرى، والأمر الآخر كثافة الجاليات المصرية في تلك الدول. فشهدنا إقبال مكثف في اليوم الأول في سفارات الدول العربية وخاصة الرياض والأردن والكويت والإمارات، ومع بداية وكذلك بعض العواصم الأوروبية زي باريس ولندن نتيجة المجهود المكثف من الجاليات المصرية بالخارج في تلك الدول. ومع بداية اليوم الثاني من العملية الانتخابية وفتح باب السفارات أمام المصريين، توافد المصريين في صباح اليوم الثاني من العملية الانتخابية بشكل مكثف وملاحظ من الجميع، وده اللي شاهدناه مع حضراتكم من خلال متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال غرفتها المركزية، وكذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة اللي شهدت توافد أعداد كبيرة من كافة الفئات العمرية وكافة النوع سواء رجال أو امرأة. طب أستاذة رحمة، يعني أسأل حضرتك عن جهود الدولة اولا في الفترة الماضية من اجل يعني اخراج هذا المشهد بهذا الشكل المنظم، وايضا الجهود المجتمعية في هذه الدول، الرابطات والتجمعات والجاليات المصرية في الدول المختلفة ايضا بذلت مجهودا كبيرا لكي يخرج هذا المشهد الانتخابي بهذا الشكل. كيف ترصدين وتقيمين هذه الجهود؟ بالفعل يا فندم، واحنا لو هنتكلم على قبل الجهود الدوله المصريه عملتها في عمليه التصويت، احنا عايزين نتكلم عن الجهود اللي قامت بها الدوله المصريه على مدار العشر سنوات الماضيه في إعادة التواصل بين الدولة وأبنائها من المصريين بالخارج. فقامت بإنشاء أو تدشين أول وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج منذ عام 2015، ده بجانب تبني عدد من المؤتمرات زي مؤتمر مصر لتستطيع، ده للاستفادة من العقول المصرية بالخارج. كمان أطلقت عدد من المبادرات ده نتيجة التواصل الفعال مع أبناء المصريين بالخارج، وبالتالي معرفة احتياجاتهم والعمل على تلبيتها. وكان منها مثلا تسوية الموقف التجنيدي لهم، ده بجانب كمان ان اصبح للمصريين بالخارج 8 مقاعد برلمانيه يمكن من خلالها التعبير عن رايهم والمشاركه في العمليه التشريعيه داخل الدوله المصريه باعتبارهم جزء اصيل من الدوله المصريه. كمان المصريين بالخارج مش بيفضلوا طول عمرهم بره، فهو جزء ان هو يبقى موجود من المشاركه في العمليه السياسيه، ده على الجانب التواصل بين الدوله وبين ابنائها في الخارج. كمان كان في مبادره اعاده او العوده للجذور اللي تم التواصل فيها مع الشباب من الابناء المصريين أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وده عمل على تقوية التواصل بين الدولة وبين الأبناء، وده انعكس كمان على نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية الحالية. ده المجهود العام. لو هنتكلم عن المجهود اللي قامت به الدولة لجذب المصريين وتسهيل الأمر عليهم في العملية الانتخابية الحالية واللي انعكس على كثافة المشاركة من الجاليات، فكان بالفعل قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالعمل على
اتاحت الفرصه لكل من يمتلك بطاقه رقم قومي حتى لو كانت منتهيه او جواز سفر من الادلاء بصوته دون الحاجه الى التسجيل، وده لتاني مره المصريين يقدروا يصوتوا بالطريقه دي في انتخابات 2018 و2024، دي الانتخابات الثانيه للمصريين اللي يقدروا بيها يسجلوا من يصوتوا من غير تسجيل. كمان احنا النهارده سمعنا ان المستشار البنديري كان بيتكلم مع السادة السفراء المصريين بالخارج والبعثات الدبلوماسية بأنهم رؤساء اللجان في الخارج، وبالتالي مجرد قيام السفير بالتأكد من هوية الناخب بإمكانه التصويت في العملية الانتخابية من خلال الرجوع إلى قواعد بيانات الناخبين والتأكد من إدراج اسمه فيها، وبالتالي تسهيل الأمر عليه. كمان شفنا أن الجاليات المصرية أو رؤساء الجاليات المصرية قامت بالعمل على حشد مجموعات من المصريين وتجميعهم في أوتوبيسات وتوصيلهم إلى المقر اللجان الانتخابية نتيجة بعد المسافات بين المدن اللي قد يكون مقيم فيها بعض الأفراد ومقر السفارة، وده شفناه في العديد من الدول الأجنبية والعربية. نعم. طب أستاذة رحمة، أسأل حضرتك عن دلالة المشاركة بفاعلية وبكثافة في الانتخابات، بمعنى أنه لو الانتخابات بتجرى بدون هذا العدد الكبير والكثافة بيكون لها يعني وقع مختلف عما لو كانت المشاركة بشكل أوسع. بالظبط يا فندم، هو احنا المشاركه بشكل موسع من الجاليات المصريه بتعكس على مدى وعيهم باهميه العمليه الانتخابيه الحاليه في ظل الظروف اللي بيعاني منها الاقليم، وخاصه في القضيه الفلسطينيه. فبالرغم من الاوضاع الجليله في غزه ومعكستهم من عمليه او فكره التهجير القسري لابناء القطاع الى سيناء، كل هذه الامور جعلت من الوعي الوطني الكامل لدى ابناء الشعب المصري من ضروره المشاركه، لعكس اهميه ودعم ابناء المصريين في الخارج والمصريين في الداخل لكافه الاجراءات التي تقوم بها الدوله والمشاركه في العمليه السياسيه والمشاركه في الابداء بحقهم الدستوري اللي كفل ليه القانون وفقا لقرار المحكمه الاداريه في اكتوبر 2011، وده كان امر لم يكن مطبقا من قبل، فلم يكن لحق المصريين خارج التصويت، ولكن منذ 2011 واصبح لهم الحق وقاموا بالتصويت بالفعل في 10 استحقاقات انتخابيه واربع انتخابات رئاسيه. نعم أستاذة رحمة، يعني هل زي ما ذكرتي حضرتك العدوان على غزة وما يتعرض له الآن الأشقاء في فلسطين من ظلم بين من كيان الاحتلال، هل يعني ما يجري الآن في غزة يعتبر دافعا قويا ومؤثرا بشكل كبير على وعي المواطن المصري في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؟ بالفعل يا فندم، احنا شهدنا نزول العديد من المصريين لتأييد القرارات التي تقوم بها الدولة المصرية في الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفية القضية من مضمونها، وكذلك من خلال النزول في المظاهرات سواء مظاهرات تأييدية سواء داخل مصر أو أمام السفارات المصرية بالخارج، فده أمر انعكس على أهمية مشاركة المصريين بالخارج لعكس فكرة دعم الدولة في قراراتها، دعم استقرار الدولة، التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على الدولة الوطنية، وعكس الوعي الكامل لأهمية حفاظ المصريين سواء في الداخل أو الخارج على مقاومات الدولة المصرية ومؤسسياتها، وبالتالي انعكس على القرار الدولي وقدرة الدولة على حشد دولي لتأييد تلك القرارات، وده اللي حصل فعلا في القضية الفلسطينية. فنتيجة الدعم الشعبي للقرارات الدولة قدرت الدولة أنها تقدر تحقق حشد دولي في القرارات التي اتخذتها، ومنها منع تصفية القضية الفلسطينية أو فكرة حل الدولة وتأكيد على فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عادلة، وبالتالي كان الشعب وراء القيادة السياسية أو وراء الدولة المصرية في الحفاظ على تلك المكتسبات. نعم.